إنه لن يعترف. لن نحصل منه على شيء. خطرت لي فكرة. راقبوا جيدا يا شفيق، لا تنخدع بخدعتي الآلية. إذا لم يخبرنا سلطع الآلي عن مكان مستر سلطع، يخبرنا أحد أصدقائه الآليين الصغار. سبونج بوب، هذا الخلاط. نعم، رأيت مستر سلطع يتحدث إلى الراديو من قبل، ناداه بصديق الصغير. حقا؟ ضعه على المائدة يا سبونج بوب. ماذا؟ هل ستستجوبان الخلاط؟ لقد جننتما. نريد أن نعرف ماذا يعرف صديقك الصغير. لا، انتظر، ماذا ستفعل بخلاطي؟ لقد كلفني نقودا. أين مستر سلطع؟ لن تتحدث؟ لا، ثمنه 24 عملة. يبدو أنه لا يعرف شيئا. أحضر المحمصة. لا، إلا المحمصة، ثمنها 32 عملة. 62 عملة. حسناً، في الواقع كانت هدية. أحضرت الآلية الأخيرة يا شفيق. لا لا لا، إلا خزينة، أنا ربيتها بنفسي، كانت آلة حاسبة عندما حصلت عليها. لا.